لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهي آية عظيمة نقتدي بها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم وتقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذه حقيقة الإسلام، وهذه يجب علينا أن نقولها صراحة لكل العالم، وقلتها في الولايات المتحدة وأينما رحلت وارتحلت، أننا نحن والحمد لله أن حتى بوش شهد بهذه الشهادة ودخل المسجد حافيا وقال إن الإسلام دين عظيم، دين التسامح، دين الحضارة. ويكفي أن ثلث الكرة الأرضية من سكان الكرة الأرضية ثلثهم مسلمون. فهذا حقيقة لا مفر منها. اتقوا الله في المسلمين يا عباد الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، الناس ما قال يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المسلمون، يا أيها الناس كل مخلوقات الله الذين خلقهم الله، اتقوا الله ربكم. أو يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ليشعرنا بأننا في الحقيقة كلنا إخوة. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، هذه الكلمة لو وعيها المسلمون وغيرهم من الناس الذين ناداهم الله في هذه الآية وتعارف الشعوب بعضها ببعض لزالت كل الأحقاد ولزالت كثير من الحروب ولعاش الناس في أمن وسلام وعدم الخوف وعدم الحروب الدامية التي دمرت العالم وستدمر العالم إذا ما تواصلت هذه الحروب الدامية. إذن باختصار أقول نحن دعاة إلى الله، فلابد لنا أن نكون على هذا المستوى من التشريف الذي كرمنا الله به بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسنت. هذه بعض نفسات صدر تجيش في خاطري ولابد لي من الإفصاح عنها لإيصال الرسالة الإسلامية الحقيقية، لأني كما قلت عدة العديد المرات هذه الدعايات التي تلصق حتى برسول الإسلام لأنه كان محاربا وأنه فتح الأمصار بسيفه، هذه دعاية باطلة وكذب على التاريخ الحقيقي، لأن رسول الله لم يحارب أبدا هجوما ولكن حارب دفاعا عن نفسه وعن عقيدته. ويكفينا أن نرى الغزوات التي قامت في الإسلام، أولها بدر، جاءت قريش من مكة إلى بدر، وبدر تبعد عن المدينة تقريب 70 كيلومتر فقط، فتشوفوا المسافات. الحرب الثانية غزوة أحد، دخلوا إلى أحد، دخلوا إلى المدينة حتى اضطر الرسول أن يعمل خندقا، وهكذا وهكذا. ونرى ذلك في رسالة النبي إلى كل ملوك الدنيا وإمبراطورياتها، عند ود رسالة موجودة الحمد لله، موجودة في توب كفي بخط النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نفسي شاهدتها بعيني، يكتب فيها رسول الله إلى كل الملوك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، مش ملك، عبد الله ورسوله، لست ملكا ولا إمبراطورا، إلى المقوقص عظيم القبط أو إلى كسرى أنوشروان أو إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. دعوة صادقة، يعني يعرف بآخرته أنك تفوز يوم القيامة عند الله إذا أسلمت. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، يعني إذا رفضت الإسلام. وهنا الملاحظة العظيمة التي لا بد لنا أن ننظر إليها، وهي لم يقل له: إن لم تسلم سآتيك بجيش جرار لا قبل لك به وسأقاتلك،
لا، قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم القبط أو اسم المجوسي أو اسم الفرسي وهكذا، ومسؤولية شعبه عليه هذا الاسم. وفي آخر رسالة يختم بآية كريمة وهو قوله سبحانه وتعالى فإن تولوا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. هاي رسالة النبي موجودة، ما فيها تهديد، إذا تولوا ما حبوا احنا رانا مسلمين مسالمين. إذن هذه الدعاية باطلة لا يمكن أن يصدقها إلا مغرض وعدو، ولا ما جاء الإسلام يحارب الناس أبدا، وإنما الإسلام هو كحزب الله في لبنان هو يدافع عن نفسه فقط. خرجت إسرائيل ما عاد، إذا كانت تخرج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية ما عاد في عمليات، ما عاد في تفجيرات، ما عاد في شيء، لأنه هذه أمور طبيعية ولا يعملها فقط المسلمون، عملها اليابان قبل المسلمين وعملها حتى الآن في إيرلندا تعمل. ليش يتهم الإسلام بالإرهاب؟ هذه قضية الحمد لله أعطيناها حقها. بقي أن أتكلم بعد ذلك أو بعد هذا الموجز على ما دار